أقيم بالثانوية الفنية بنغازي حفل تخريج الدفعة الثامنة من مراكز التدريب المختلفة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية قوامها 2600 ضابط صف، وقد جرى استعراض عسكري للخريجين أمام المنصة الذي حضر فيها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وعدد من النواب ولفيف من الضيوف. والله انتصار آخر اليوم للقوات المسلحة الحقيقة، واللي صراحة لابد أن يذكر للتاريخ ويشهد التاريخ أن القوات المسلحة في ظروف صعبة وهي تقاتل في الإرهاب في كل بقع ليبيا، ما نحددوش ونخصوش مدينة معينة، وفي نفس الوقت تبني في بناء صحيح القوات المسلحة من خلال مراكز تدريب ومن خلال الكليات العسكرية. رغم برود الطقس وهطول الأمطار إلا أن الأجواء في ساحة العرض كانت مميزة بما قدمه الخريجون في مشهد لقي إعجاب من حضروا. 6 أشهر تدرب فيها الجنود على العمل الميداني وحمل السلاح وتلقي التدريبات العسكرية والعمليات الخاصة ليتم تجهيز قوات قادرة على حماية الوطن والمواطن. نحن ما نكتروش الكلام ولا نبتعي الكلام، لكن ليبيا راهي خط حمر وعندنا علم بكل شيء. نحن ما نتكلموش، ما نمشي عند دوا، نحن متاعين كلام ونشدوا اللي جربونا، ما ندوش نحن، لكن اللي جربونا اسالوهم يقول لكم شنو درنا فيهم. راهو لن نسمح باللبز والخراب والدمار والمعاملات اللي صايره على الشعب الليبي، لن نسمح بها ابدا. نحن ما لناش علاقه بالسياسه، ما لناش علاقه بالامور، لكن فاهمين كل شيء. بعد تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية العسكرية في ليبيا، القوات المسلحة خاضت على مدار السنوات الماضية حرب مريرة جابها فيها الإرهاب، ولا يزال الجيش يعمل على تحرير الأراضي الليبية. تسعى القوات المسلحة من تخريج كل هذه الدفعات إلى ملمة صفوفها سواء على البر أو البحر أو الجو، فالقوات المسلحة يد تبني واليد الأخرى تحارب الإرهاب. عوض البرغثي، الغد، بنغازي.